بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحقيقة قبل ما نبدأ نتكلم عن أمور كثيرة جدا عايز أتكلم فيها مع حضراتكم خص النادي الأهلي وما يحدث مع النادي الأهلي خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا. عايز أبدأ بس بالكلام عن التنمر في الكورونا. زي ما حضراتكم شفتوا امبارح الحقيقة حدث غريب جدا على الشعب المصري، والحقيقة لما الواحد بيقعد يفكر في هذا الموضوع بيعرف قد ايه. عمري ما كنت اصدق ان اللي حصل امبارح ده يحصل، ان يبقى في طبيبه متوفيه بسبب كورونا، سواء بقى كانت جوه الخدمه او بره الخدمه بتعمل شغلها او في البيت. المهم ان طبيبه توفت بسبب الكورونا، عربيه اسعاف جت خدتها معقمه، وكل الامور الصحيه او الخاصه بهذا الامر معموله، الاجراءات الاحترازيه كلها معموله وزي الفل، كل حاجه تمام، والعربيه اللي خدتها جايه توديها القريه بتاعتها علشان يتم دفنها. اهالي القريه رفضوا ان يتم دفن هذه الجثه. الحقيقه شيء غريب جدا واحنا مش متعودينه من الشعب المصري ان يحدث هذا. وحضراتكم شفتوا الصور اللي كانت منتشره امبارح على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وكل الناس اتكلمت في هذا الامر. بالنسبه لي الموضوع غريب جدا ان يحدث هذا الامر في مصر، غريبه جدا. قد من المحتمل أن يكون هناك بعض التقصير من الأطباء من وجهة نظري، لأنه يجب أن يتم شرح أو الشرح للناس كلها أن عندما تتوفى بسبب كورونا مفيش مشكلة أن أنت تدفن عادي. أنا بشوف أن لازم الناس تطلع تقول ما بعد الكورونا أو تتكلم ما بعد الوفاة بسبب الكورونا، لأنه مهم جدا أن احنا نبقى عارفين إيه اللي بيحصل. مهم جدا أن احنا نبقى عارفين ان المتوفى بسبب الكورونا زيه زي اي حد. فكان لازم ان خلال الفتره اللي فاتت، واعتقد ان خلاص الدنيا كلها بقت واضحه، ولكن يجب ان يكون هناك توعيه خلال الفتره اللي جايه بهذا الامر. ولكن حتى لو مفيش توعيه، اكرام الميت دفنه يا جماعه. طول عمرنا يقول لك ايه، ان لما الواحد يتوفى يجب ان يتم دفنه بسرعه جدا. فاللي حصل امبارح الحقيقه شيء غريب جدا جدا جدا، ومن المرات القليله اللي بشوف فيها بعض من المواطنين الحقيقه في احدى القرى بيعمل هذا الشكل وهذا المنظر. لانه امبارح كلنا كنا زعلانين، كلنا كنا متضايقين، كلنا عندنا جوه قلبنا كده حاجه غريبه جدا. ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وبعدين اجيب امن علشان ادفن جثه؟ حاجه غريبه جدا. يعني ايه المنظر اللي احنا شايفينه ده؟ الناس ترفض، أو أهالي هذه القرية أو بعض من أهالي هذه القرية بيرفضوا إن هم يدفنوا جثة الطبيبة. الناس بدأت تتكلم في إنها أصلها إن هي الطبيبة كانت على المعاش، وإن هي ما كانتش بتشتغل، وإن هي خدت الكورونا من بنتها ومش عارف إيه. أوكي، مفيش مشكلة بغض النظر، ولكنها إنسان ويجب أن يتم تكريمها من خلال دفنها. المنظر اللي إحنا شايفينه ده الحقيقة حاجة غريبة جدا على بعض من الشعب المصري او المواطنين المصريين. بالنسبه لي الامر ده كان مختلف وكان غريب. يعني اول ما سمعت الموضوع ده، ما شفته على السوشيال ميديا، على كل مواقع التواصل الاجتماعي، الحقيقه انا عن نفسي اندهشت. شفت كده قلت يا جماعه مش احنا اللي نعمل كده، مش الشعب المصري. وطبعا انا لما بتكلم على جزء، وجزء ده اعتقد ان هو لا يمثل الشعب المصري، لانه من امبارح النهارده اي حد بيتوفاه الله بسبب الكورونا، الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين من امبارح للنهارده لا، الامور بتبقى مختلفه. لكن اللي حصل، اعتقد ان اللي حصل امبارح ده استثناء لا يجب ان يتم تكراره مره اخرى. في النهايه زي ما قلت لحضراتكم، هذه الازمه ان شاء الله هتعدي، وان شاء الله هنقف كلنا واقفين، كل الشعب المصري كله واقف كتفه في كتف بعض، لانه اللي يهمنا خلال الفتره اللي جايه ان الفتره دي تعدي باي طريقه ان شاء الله. والطريقه الوحيده ان حضرتك تلتزم ببيتك، ان الطريقه الوحيده، وكل شويه هنقول هذا الكلام لانه كلام خلاص عرفنا ان هو ده الصح، هو ده الصح، ان انت تلتزم ببيتك. ان احنا يا جماعه مش في اجازه، ان احنا الامور الفتره دي بتبقى بالنسبه لنا هي امور على قد ما نقدر نحاول نقعد في البيت. مفيش حد ينزل بعد ميعاد الحظر بيبقى الساعه 8. اللي بينزل الصبح بينزل علشان عنده حاجه هامه جدا يجب ان هو ينزل ليها، لكن غير كده اتمنى من حضراتكم ان احنا نشوفكم دايما، او تبقوا دايما موجودين في البيت.
هو ده الاساس، هو ده الخلاص من هذا الامر. اغسل ايدك كويس، الكلام اللي احنا دايما بنقوله لحضراتكم او بنتكلم فيه مع حضراتكم دايما، اغسل ايدك، حط الماسك، حط الجوانتي في ايدك لو خرجت يعني او قعدت في تجمع، وتجمع ضروري ان انت تقعد فيه، من المفترض ان انت ما تقعدش في اي تجمعات هذه الفتره. من فضل حضراتكم الفترة القادمة لازم نقعد في البيت أكتر وأكتر وأكتر، إن شاء الله ربنا يكرمنا قبل رمضان ونشوف إيه اللي هيحصل في رمضان، لأنه الأمور هتبقى مختلفة. يعني ده بناء على تصريحات صادرة من المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن من الممكن أن يتم تغيير الأمر، مواعيد يعني الحظر تبقى مختلفة عن دلوقتي، هنشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمر. لكن من فضل حضراتكم عايزينكم تفضلوا قاعدين في البيت، من فضل حضراتكم كلنا عايزين نقف جنب الدولة وجنب بعض خلال هذه الفترة، لأن الدولة الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين بتعمل اللي عليها وزيادة، وكل مرة هقول هذا الكلام، لأن الحقيقة في هذه الأيام يجب أن نفتخر جميعا بأن احنا مصريين. زي ما حضراتكم شفتوا الرئيس امبارح أو أول امبارح وهو معدي بيبص على بعض المواقع الإنشائية، زي ما حضراتكم شفتوا الرئيس بنفسه نزل من العربية واتكلم مع العمال ان هم لازم يحطوا الماسك، لانه في النهاية صحة المواطن المصري سواء عامل سواء كذا او كذا او كذا مش فارقة كتير، ولكن صحة المواطن المصري هي الأهم خلال هذه الفترة. فعشان كده من فضل حضراتكم خلينا نلتزم أكتر شوية خلال الفترة القادمة. نعرف ان الموضوع صعب، وانا شخصيا بشوف ان الموضوع صعب جدا، لكن معلش خلينا نستحمل خلال هذه الفتره، وخلينا نقعد في بيوتنا اكتر خلال هذه الفتره، علشان ان شاء الله هذا البلاء يعدي من علينا، وان شاء الله يخش علينا شهر رمضان ويبقى افضل وافضل وافضل خلال الفتره القادمه.